السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف ازاي نعمل سكادوال للسبيس. أول حاجة هنعملها هنا من فيو وأقول له أنا عايز أعمل سكادوال للسبيس، تمام؟ وبعد كده هقول له سبيس سبيس أيت وأقول له أوكي. بيقول لي إيه العناصر اللي أنت عايز تزرع السبيس. خلي بالك الروم بيديني معلومات بسيطة، هنا بيديني معلومات خاصة بالحسابات بتاع التكييف وحسابات الكهرباء، اقدر اختار اي حاجه انا عايزها، تمام، من الحسابات اللي انا محتاجها. وبعد كده اهم حاجه بالنسبه لي طبعا النيم والنمبر، واقدر اجي هنا واقول له انا عايز الروم واخد بعض المعلومات من الروم زي النيم والنمبر بتوع الروم، تمام. طيب اقول له اوكي، هيبدا يجيب لي الاسكادول الخاص بالسبيسيس. دي السبيسيس كلها، خلي بالنا الاسامي بتاعت السبيس هي نفس الاسامي بتاعت الروم، تمام. ولو في اي اختلافات عايزه ياخد الاسامي بتاعت السبيس من الروم، باجي هنا من اناليسز هلاقي سبيس نيمينج بيقول لي انت عايز تاخد الاسامي ولا الارقام، النيم اند نمبر ولا النيم بس ولا نمبر بس، وهل انت عايز كل الليفلات ولا ليفل معين. فبتبدا تشوف ايه اللي انت محتاجه وقول له اوكي، هيبدا يلقط كل الاسامي ويبدا يحطها زي ما هي. تقدر تعمل في اي وقت تعديل على الارقام دي زي ما انت عايز، بيقول لي ان في رقم معمول له دوبليكيت، تقدر تعمل تعديل على الارقام دي. تقدر تعمل سيلكت هنا وتقدر تشوف هايلايت الموديل، تشوف الغرفه دي او السبيس ده موجود فين في قلب المشروع، وتقدر تضيف اي وقت تقول له اديت لو انت عايز تعمل فلتر بحيث ان انت مثلا تشوف ليفل معين، تقدر تعمل فلتر باي حاجه من الحاجات ديت. وليكن مثلا خلينا نشوف الليفل، اقدر اجي في فلتر واقول له انا عايز افلتر من خلال انا عايز ليفل واحد او ليفل اتنين او تلاته او الروف. السورتنج تقدر ترتبهم بحيث ممكن ترتبهم مثلا من خلال الليفل، يجيب لك ليفل ليفل اهو. خلينا ما نفلترش، يقول له اوكي، فيبدا يعمل لي الليفل واحد يخلصه، بعد كده يخش في ليفل اتنين وهكذا، تمام. بعد ما يخلص الاسكادول بتبدا تحطه في الشيت بتاعه، يعني تقول له اوكي، مجرد بس تسحب الشيت، تسحب الاسكادول جوه الشيت. في اي وقت تقدر تدوس عليه دبل كليك عشان تدخل جوه الاسكادول وتعدل فيه زي ما انت عايز. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب.